نعم، بدون شك هناك كما ذكرت قبل لحظة، هناك ما يبدو أنه نقطة ضعف في استراتيجية السيد بايدن. لماذا؟ لأنه عندما تحدث عن اللجوء إلى الدبلوماسية والتركيز على حقوق الإنسان، سقطت منه جملة واحدة إضافية كان يجب أن يضيفها إلى الدبلوماسية وحقوق الإنسان، ألا وهي أن الولايات المتحدة في الوقت نفسه ورغم ذلك سوف تستخدم ما لديها من موارد القوة للرد على أي عدوان ضد مصالحها أو أمنها القومي، ليس مباشرة بل في أي بقعة من العالم. للأسف الشديد بسبب غياب هذه الجملة من استراتيجية بايدن، نظر البعض إلى كلام بايدن على أنه ربما فيه ثغرة يمكن الدخول منها، لأنهم تصوروا أنه في كل الأحوال لن يقوم بعمل عسكري أو بضربة ضد أي طرف من الأطراف، لأنه سيفضل اللجوء إلى الدبلوماسية دائما. ولكن سوف يتعلم الرئيس بايدن بسرعة، وربما هو تعلم بالفعل، والدرس الذي تلقاه بايدن الآن هو أنه على سبيل المثال لم يستجب للضغوط أو للمطالب الإيرانية في المحادثات الجارية الآن برفع العقوبات الترامبية التي فرضها ترامب مباشرة ودفعة واحدة في مقابل عودة إيران إلى الاتفاق الأصلي. لم يحدث هذا، وكانت إيران ربما تتخيل أن بايدن الضعيف هذا سوف يستجيب وسوف يرفع هذه العقوبات. إذن علينا أن ننتظر أيضا لنرى نتيجة المفاوضات الآن الجارية في فيينا بينه، المفاوضات النووية بينه وبين إيران، وهل ستحقق هذه المفاوضات أيضا ليس فقط سلاما في العراق وإنما تحسنا واعتدالا في الموقف الإيراني من مناطق النزاعات الأخرى، سوريا، اليمن، لبنان وما إلى ذلك. علينا أن ننتظر لنرى. طيب دكتور عاطف، برأيك يعني كما تعلم الهجمة التي حدثت يوم أمس على مطار أربيل تأتي في توقيت محرج جدا، هل تعتقد بأن جزء منها هي ردا على ما حدث لمنشأة ناتانز؟ ردا على ما حدث؟ ما حدث في منشأة ناتانز النووية في إيران من هجوم من قبل الموساد الإسرائيلي، هل تعتقد أنهم وجهوا ميليشياتهم للقيام بهجمات ضد التحالف الدولي، ضد الأمريكان، ضد أي قوات موجودة أجنبية في المنطقة؟ هل تعتقد أن للأمر نعم. يعني له علاقة؟ نعم بدون شك، والسبب هو أن الإيرانيين أعلنوا أنهم سوف ينتقمون، هذا واحد. رقم اثنين، الإيرانيون الآن لا يجرؤون على الانتقام عن طريق توجيه ضربة مباشرة ضد إسرائيل أو ضد الولايات المتحدة أو ضد أطراف أخرى قوية، ولذلك اختاروا ثغرة ضعيفة وهي أربيل. إذن نعم بدون شك هذا شكل من أشكال الانتقام ورسالة واضحة ربما لكافة الأطراف بما في ذلك العراق، بأن إيران حتى من الممكن أن تضرب حتى العراقيين إذا استدعت الضرورة ذلك.